سيداتي وسادتي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم بأزكى تحية مباشرة من مسجد عباد الرحمن في مدينة الدار البيضاء الذي يؤدي به أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصره الله صلاة ثاني جمعة في شهر يؤدي به المؤمنون شعيرة رفيعة المنزلة عظيمة الأثر في إصلاح النفوس وتقريبها من مقام الخالق الرازق. وبهذه الرفعة في المنزلة تولى المولى عز وجل الجزاء على هذه الشعيرة الدينية. كل عمل ابن آدم فهو له، إلا الصيام فهو لي وأنا أجزي به. وفي هذا الشهر المبارك الكريم يواصل أمير المؤمنين تدبير الحق الديني بالشكل الذي يواكب الحاضر الاجتماعي ويواجه التحديات التي تتصدى لها ممارسة العبادات والشعائر الدينية والتي يراد لها أن تتصف بالاعتدال والرحمة والتسامح. والنموذج المغربي في تدبير الشأن الديني حذا بكثير من الدول ومن ضمنها الدول الإفريقية إلى تقديم طلبات تعاون بغرض تكوين أئمة بالمغرب والاستفادة من الخبرة المغربية في مجال تدبير الشؤون الدينية. وأمير المؤمنين دائم الرعاية بشؤون العلم وأهله وموصول الرعاية بإقامة المؤسسات العلمية التي تشكل مجالا رحبا يتيح للعلماء تأدية رسالتهم السامية في تبيان أحكام الشريعة الغراء والذود عن العقيدة ونشر تعاليمها الصحيحة بين الناس. والإشاع الروحي الذي يسهر عليه أمير المؤمنين يتخطى حدود الوطن لتمتد تجلياته إلى ما وراء الأفاق. في مستهل هذا الأسبوع نصب جلالته أعضاء المجلس الأعلى لمؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة الصرح الفكري والمؤسساتي الذي يعكس القناعة بمال العلماء في بلدان إفريقيا من دور كبير في الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية. وإحداث هذه المؤسسة ينبثق من وعي أمير المؤمنين بطبيعة القوة التي تميز الروابط التاريخية والدينية والثقافية والفكرية مع دول إفريقيا الشقيقة. ومنذ العصور الوسطى ظل المغرب بمثابة أرض الارتواء الروحي للعديد من شعوب إفريقيا جنوب الصحراء، ونجح بامتياز في تصدير نموذج ديني يؤلف بين المذهب السني المالكي والتجربة الصوفية، حتى غدا دوره في إفريقيا مرتبطا بالجانب الروحي أكثر من أي جانب آخر. ومن تجليات التأثير المغربي على بلدان القارة الإفريقية من الناحية الوجدانية أن أصبح ذكر علماء المغرب وآرائهم وفتاويهم تتردد داخل الأوساط العلمية والفكرية الإفريقية، كما أضحى اسم فاس ومراكش وجامع القرويين على الخصوص دارجا على الألسنة. السماوات والأرض كل يوم هو في شأن صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله تعالى وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد أشرف المخلوقين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. روى إمامنا مالك عن أبي الزناد عن الأرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام اخطب يوم الجمعة فقد لغوت.
وفي حديثنا آخر ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا رحمكم الله أنصتوا رحمكم الله أنصتوا يغفر لي ولكم الله. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة. حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة. حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة الحمد لله رب العالمين نحمده سبحانه وتعالى ونتوب إليه وهو الغفور الرحيم ونشهد أنه لا إله إلا هو وحده لا شريك له الفرد الصمد له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المصطفى الكريم بعثه رحمة للعالمين وهداية للناس أجمعين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة المؤمنون في حياة الأمم والشعوب محطات هامة تسجل لوقائع بارزة وتؤرخ لأحداث عظام تستذكرها وتحييها اعتزازاً بماضيها واهتداءً بما تنطوي عليه من دروس وعبر في تدبير حياتها الحاضرة وتلمس أسباب تحقيق غدها الواعد ومستقبلها المشرق وفي إطار إحياء هذه الأمة المؤمنة لذكرياتها المجيدة خلدت البارحة بتأثر وتبتل وخشوع ذكرى انتقال جلالة المغفور له مولانا محمد الخامس إلى جوار ربه بعد جهاد مرير ونضال مستميت ضحى فيه رحمه الله عليه رحمة الله عليه بالغالي والنفيس من أجل استعادة عزة شعبه وكرامته بانعتاقه وتحرره واستقلاله بعد احتلال دام أكثر من 40 سنة وبوتبته التاريخية العظمى وباسترخاصه مجد العرش وأبهة الملك في سبيل حرية أمته وشعبه أعطاه قدس الله روحه للعالم أجمع ولا سيما كنموذج لنضال إفريقيا ولكل المستضعفين في الأرض مثالا في الجهاد عز نظيره وقدوة في التضحية لم يجد الزمان بمثلها فكان نور الله ضريحة من المشمولين بقوله عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا فرغم شدة الظلم وقسوة الاضطهاد ومرارة النفي وآلام الإبعاد فقد تحدى رحمة الله عليه كيد الأعادي بصبره وتباته وصدقه وقوة إيمانه وتوكله على الله لقي من المستعمرين أذى كثيرا ومع ذلك أبى الله إلا أن يحق الحق ويزهق الباطل
ويجعل النصر حليف هذا القائد المجاهد، وذلك هو الجزاء الموعود من الله عز وجل. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. فحقق الله رجاء وأمل الأمة وقائدها الذي كان يردد دائما شاكرا لأنعم ربه قوله تعالى: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. ولما لبى الملك المحرر داعي ربه أخذ المشعل ولي عهده ووارث سره آنذاك مولانا الحسن الثاني رحمه الله رحمة واسعة، فأكمل التحرير ووحد الوطن ووضع أسس ولبنات الدولة العصرية وشيد وبنى وأبدع المسيرة الخضراء المضفرة وأعلى للوطن شأنه بين الأنام، إلى أن التحق برحمة ربه آمنا مطمئنا، وتسلم الأمانة بعده ولي عهده جلالة الملك محمد السادس أعزه الله الذي بايعته الأمة بيعة الرضوان، فصار على سنن الأماجد الأولين يرسخ الأسس ويدعم البناء في كل مجال، وينشئ المشاريع تلو الأخرى في المدن والحواضر كما أعلنها حملة لا هوادة فيها على الفقر والإقصاء والتهميش، فجعل عرشه كرسي سيارته يتفقد الرعية ويصغي إلى همومها، أتابه الله على ذلك وجزاه الجزاء الأوفى. رحم الله تاج التضحية ورمز الفداء بطل الحرية والاستقلال مولانا محمدا الخامس، وشمل بعفوه وارث سره، وعضده في الكفاح والنضال مولانا الحسن الثاني، وبارك الله في عمر مولانا أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده وسدد خطاه، نفعني الله وإياكم بالقرآن المبين وبحديث سيد الأولين والآخرين، آمين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا زينة الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المؤمنون، إن العمل الصالح هو البرهان الساطع على حقيقة الإيمان، ولا قيمة لإيمان بلا عمل، ولا عمل بدون إخلاص. فإذا اقترن الإيمان بالعمل واقترن العمل بالإخلاص كانت النتيجة الحتمية هي حصول التقوى التي بها تطيب نفس المؤمن ويفوز برضوان الله، مصداقا لقوله تعالى: كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. اللهم اجعلنا منهم. أيها الإخوة المؤمنون، هذا ولنجعل مسك الختام أمرا بدأه الله بنفسه وتنى بملائكته وأمر به المؤمنين من عباده، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أصحابه الكرام البررة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن أزواجه وذريته وسائر آل بيته الطيبين الأطهار. وانصر اللهم عبدك الخاضع لجلالك المؤمن بك والمتوكل عليك أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين صاحب الجلالة
الملك محمد السادس، اللهم انصره نصرا عزيزا، اللهم انصره نصرا عزيزا، اللهم انصره نصرا عزيزا، تعز به الدين وتجمع به كلمة المسلمين. اللهم كن له خير حافظ وخير مجير، واجعل السبع المتاني والقرآن العظيم حرزه في كل من كل سوء ومكروه، وأقر عين جلالته بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير المجيد مولانا الحسن، وشد عضده بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولانا رشيد، واحفظه في كافة أسرته الملكية الشريفة. اللهم أغدق شآبيب رحمتك وعفوك وفضلك على الملكين المجاهدين مولانا الحسن الثاني، مولانا الحسن الثاني ومولانا محمد الخامس. اللهم أكرم مثواهما وطيب ثراهما، واجعلهما في مقعد صدق مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعلي كلمة الحق والدين، واجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا، واجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوى، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى، فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى، الذي يصلى النار الكبرى، ثم لا يموت فيها ولا يحيا. الله أكبر، الله أكبر، سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. الله أكبر، 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 الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى،
بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم. السلام عليكم. سبحان ربي العظيم وبحمده، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله عدد ما في علم الله العظيم الكريم وفضائله، ورضا أصحابك يا سيدي يا رسول الله. اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم آمين. الحمد لله رب العالمين، فاتحا ولذا شر محبس وكافة المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم، سيدنا ومولانا السلطان. اللهم انصر وبارك في عمره، اللهم اصلح به وعلى يديه، اللهم وفقه الخير وعين عليه، اللهم كن له وليا ونصيرا. الحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أدى أمير المؤمنين صلاة الجمعة هنا في مدينة الدار البيضاء بمسجد عباد الرحمن، وهو بيت من بيوت الله التي يوليها أمير المؤمنين عناية كبيرة اعتبارا للدور الجوهري الذي تضطلع به في إشاعة الأمن الروحي والممارسة المثلى لشعائر الدين الإسلامي الحنيف. يحرص أمير المؤمنين على تمكين المملكة من مساجد تزاوج بين الوظيفة الدينية والجمالية المعمارية. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه الأكرمين. مولاي أمير المؤمنين، من نعم الله على هذا البلد الأمين المملكة المغربية الشريفة أن أولاكم أمانة إمامتها العظمى في أمور الدين والدنيا، أمانة حفظ ملتها وتوابتها، أمانة حفظ أمنها وسكينتها، أمانة حفظ وحدتها وانسجامها، أمانة حفظ عدلها ومعاشها وكرامتها، أمانة صيانة تراثها الفكري والحضاري والجمالي. ومن هذا التراث الذي يجمع بين البعد الديني والحضاري معمار المساجد
وبقدر ما تولي جلالتكم العناية الفائقة للمساجد المحدثة بناء وعمارة بالصلاة والذكر والإرشاد، بقدر ما تولي اهتماما مماثلا للتراث المعماري التاريخي للمساجد العتيقة إصلاحا وترميما. والواقع أن المغرب قد ورث معمارا عظيما في بنايات المساجد التي يشكل عدد منها منارات تهيكل المدن التاريخية الكبرى، كان في مقدمة بناتها أسلافكم من السلاطين الغر الميامين. وإلى جانب تميز هذا المعمار بالمخامة والسمو، فإنه يتصف بالإبداع والتميز، بحيث يمكن التعرف على المسجد المغربي بسماته وأصالته بين مساجد العالم، سواء في بنيته الهندسية أو شكله الخارجي أو مكوناته أو مرافقه أو المواد المستخدمة في بنائه أو الفنون الزخرفية المستعملة في تزيينه. ويتميز المسجد المغربي على الخصوص بالصومعة الواحدة التي يشير تفردها إلى توحيد الله الذي خص سبحانه وبنسبة هذه البيوت إلى اسمه العظيم. ومن خصائص معمار المسجد المغربي التي تراعى في أعمال الترميم اتساع بيت الصلاة ووجود البلاطات الموازية لجدار القبلة والصحن المكشوف واستعمال الأكتاف الحاملة للسقوف والأسقف الهرمية والمآذن المربعة المتناسبة في الطول مع كتلة البناء والتزيين بالجبس والمنقوش والفسيفساء والاهتمام بالرواق الأوسط المؤدي إلى المحراب واستعمال القباب والإبداع في السقف بالخشب والتمييز بالمقياس الإنساني في علو الجدران والاهتمام بالجانب البيئي ولا سيما بالتشجير. مولاي أمير المؤمنين، بالرغم من أن للمسجد المغربي شخصية متميزة بين مساجد العالم، فإن المغاربة أبدعوا في إطار هذه الشخصية المتميزة على امتداد التاريخ دون الخروج عن النمط العام، فنجد سمات بارزة لمساجد كل عهد دولة من الدول المتعاقبة على الحكم في المغرب، وقد كان البناء متينا في كل الأحوال، لذلك صمدت المساجد لعوادي الزمن ولا سيما للتغيرات والفروق الحرارية، مما يدل على أن بناتها من أجدادنا المخلصين قد أفرغوا فيها من جهدهم وعبقريتهم وأنفاس إخلاصهم وروحانيتهم، وكل هذا يجعل أمانة الحفاظ على ملامحها النفيسة وهو ما يسمى بالترميم في وقتنا متوقفا على المعرفة التاريخية والخبرة الأركيولوجية والملامسة الكيسة المتمهرة عند الاشتغال، لأن كل خطأ في الترميم قد يسفر عن مفاسد يتعذر إصلاحها. مولاي أمير المؤمنين، إنكم من خلال ما أمرتم به من أعمال الترميم عامة وترميم المساجد خاصة، وعند إشرافكم على الأشغال أو تفقدكم للأوراش أو عند وقوف جنابكم الشريف على المنتهي على العمل بها، يتبين من ملاحظاتكم وتوجيهاتكم للمهندسين المشرفين نظرة جلالتكم الثاقبة إلى عملية الترميم الذي لا ترون فيه عملية تجميلية بقدر ما تريدونه عملية صحيحية تلتزم بقواعد الفن في إصلاح الجوانب المتلاشية مع الحفاظ التام على الطابع الأصلي للبناء كما كان قبل فساده. إنها نظرة الالتزام بقواعد الصناعة في هذا الفن، فن الترميم بكل ما في الكلمة المعنى، وإنكم يا مولاي تصدرون في هذا الحرص والإلحاح عن شعور مرهف بالروح التي تسكن هذه البنايات، وهي روح التوافق والانسجام. وعلى هذا النهج يا مولاي صارت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في مقاربتها لترميم المساجد الأثرية، فالوزارة تبقى لتوجيهاتكم تبرمج كل عام عددا من عمليات ترميم المساجد، فالمساجد التاريخية بالمدن العتيقة وفي قصور الواحات والقصبات تقدر من حيث العدد ب 843 مسجدا، منها 183 مسجدا تاريخيا كبيرا و 660 مسجدا متوسطا وصغيرا عتيقة. وحيث إن الزوايا بحكم القانون هي أماكن العبادة، فإن المحافظة على ما هو تراثي من بنايات مصلياتها يدخل في مسؤوليات الوزارة، وهي مسؤولية كبرى إذا علم أن عدد الزوايا يقدر ب 1495 زاوية، يضاف إليها ما في حكمها من مساجد الأضرحة وعددها 5037. وتمتد هذه المسؤولية التراثية إلى المدارس التاريخية الملحقة بالمساجد، كما تمتد إلى مرافق أنفية ذات أهمية تاريخية، ثم إلى التراث اللامادي المتمثل في المكتبات الوقفية الموجودة ببعض المساجد العتيقة التي تتوقف هي أيضا على ترميم من نوع خاص. إن هذا التراث الديني الحضاري الحي الممتد بجذوره في أعماق التاريخ يحمل طابع العبقرية والروحانية للشعب المغربي، وعلى هذا الأساس فهو جليل لا يوازي جلاله إلا العناية والتتبع الدؤوب الذي تولونه إياه يا مولاي، وهكذا وتنفيذا للأوامر المولوية السامية. ومن أجل صيانة هذه الدخائر
وضعت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية خطة تتضمن البرمجة وكذلك الأسس العلمية والتقنية والخطوات التطبيقية للتدخل في هذا الميدان، وذلك بإشراك المختصين. وقد تركزت هذه الخطة على مقاربة منهجية تتمثل في خطوات أساسية، منها إعداد جرز تقني للتراث المعماري للمساجد في المدن والقرى، اتخاذ التدابير الضرورية للمحافظة عليه وصيانته وتتمينه، تعبئة الوسائل الملائمة لتصدي الأخطار التي تهدده، ولا سيما بفضل صدور الظهير الشريف المتعلق ببناية المساجد، توفير الإمكانات المالية والبشرية الكفيلة بتنفيذ الخطة المذكورة، إشراك الباحثين في حوار علمي وتقني حول صيانة التراث، العمل على التعريف به ولدى الجمهور الواسع بإصدار كتب فنية في الموضوع. ويخضع التدخل في ترميم المساجد لمبادئ تقنية صارمة، إذ أنه وقبل كل شيء تتم من قبل الأشخاص المؤهلين بحكم تخصصهم في الميدان، وذلك عبر استشارات واسعة وتحريات تاريخية وأركيولوجية ومعمارية وتقنية مختبرية. وفي هذا التوجه يراعى التشارك مع القطاعات المعنية، كما تتم الاستعانة بمقاولات وحرفيين لهم دراية وخبرة كبيرة في ترميم المباني التاريخية. إن حصيلة تنفيذ هذه الخطة يا مولاي تتمثل في إنهاء ترميم 47 مسجدا من ضمنها الجوامع الكبرى في العواصم التاريخية، ويوجد في طور الإنجاز ترميم 13 مسجدا، كما جري الدراسات لترميم 22 مسجدا يرتقب أن يتم الإعلان عن صفقاتها في غضون عام 2017. ويمثل عدد هذه المساجد التاريخية الكبرى المشمولة ببرنامج الترميم نسبة 45% من العدد الإجمالي للمساجد التاريخية الكبرى، وقد بلغت الكلفة الإجمالية هذا الإنجاز 598 مليون درهم. أما مساجد الأضرحة فقد تم ترميم 25 منها بكلفة 112 مليون درهم. وفي بعض الأحالات تطلب الأمر القيام بحفريات أثرية داخل المسجد المرمم أبانت عن معلومات تاريخية لم تكن معروفة من قبل، كما كان الأمر بالنسبة للقرويين وبالنسبة لمسجد سيدي شكر بإقليم أسفي. مولاي أمير المؤمنين، لقد تفضلت جلالتكم بإحداث أكاديمية الفنون التقليدية بمؤسسة مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء عام 2012، وينتظر من بعض خريجيها أن يتخصصوا على مستوى عال في فنون ترميم المباني التاريخية وفي مقدمتها المساجد. والمساجد لحد الآن هي الورش الرائد في ميدان الترميم، وفي عمليتها تأهلت مقاولات الهندسة والأشغال التي تستطيع أن تقدم دفاتر تحملات مقنعة تحت الطلب. ولكن الفضل الذي لا يقل أهمية عما ذكر يرجع في الترميم إلى المعلمين والصناع والعمال اليدويين الذين يتجاوبون بعواطفهم النبيلة مع تراث أجدادهم بأنات وحكمة وابتكار، مصداقا لما جبلت عليه أمتكم يا مولاي من الإتقان في المهارات والتشوف إلى الكمالات. أدامكم الله يا مولاي راعيا لأمانات هذا البلد في كل المجالات، وأتابكم بالأجر العظيم على المساجد قديمها والجديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السيد أحمد التوفيق، وقد ألقى بين يدي أمير المؤمنين عرضا حول برنامج ترميم المساجد، تحدث فيه عن خطة الوزارة المتضمنة للبرمجة وللأسس العلمية والتقنية والخطوات التطبيقية للتدخل في هذا الميدان. يولي أمير المؤمنين عناية خاصة بالمساجد عمارة وتأطيرا وتجهيزا، رعاية من جلالته لشؤون الدين الإسلامي الحنيف وتحصين الهوية الدينية المغربية القائمة على المذهب المالكي والعقيدة الأشعرية. وإذا كان السلف الصالح من ملوك المغرب وعبر مختلف العهود قد عرفوا للمسجد مكانته ورسالته الجليلة في حياة الأمة، فإن عهد خلفهم ووارث سرهم أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس أعزه الله عرف ازدهارا واسعا وعناية فائقة بالمسجد بناء وتجهيزا ورعاية خاصة لأهله والقائمين عليه. وجهود أمير المؤمنين في هذا المجال تشكل امتدادا أصيلا لجهود الأسلاف الذين رعوا عبر التاريخ الإرث المعماري الخاص بالمساجد وحموا صرح وحدة الأمة في العقيدة والمذهب. إلى هنا سيدتي سادتي نودعكم